في الثالث من إبريل عام 1996 أقيمت مباراة ليفربول ونيوكاسل بالجولة 33 من البريمير ليج، وأمام أكثر من 40,000 مشجع ملأوا مدرجات ملعب الأنفيلد، فكانت واحدة من أفضل المباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي نظرا للمنافسة الشرسة على التتويج باللقب بين الثلاثي المان يونايتد المتصدر برصيد 76 نقطة ووصيفه نيوكاسل برصيد 64 نقطة وصاحب المركز الثالث ليفربول برصيد 59 نقطة. كان الماكبايس يعاني من الهزائم المتتالية قبل مواجهة الريدز، فلم ينجح في الفوز سوى في مباراة واحدة من أصل أربعة في شهر مارس، ورغم أنه كان متصدرا لجدول الترتيب في شهر يناير بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين، إلا أنه تراجع في النتائج، فيما كان ليفربول قد فاز في 6 مباريات في آخر 9 مما وضعه في المركز الثالث. ومع الدقائق الأولى سجل روبي فاولر نجم ليفربول الهدف الأول قبل أن يعدل فيرديناند مهاجم نيوكاسل النتيجة بهدفه في الدقيقة 10، وبعد 4 دقائق فقط أضاف الجناح دافيد جينولا الهدف الثاني للماكبايس، ومع مرور 10 دقائق من الشوط الثاني سجل فاولر هدف التعادل. لم يستسلم نيوكاسل للتعادل وسجل هدف التقدم للمرة الثانية عن طريق أوستينو إسبريا في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل ستان كوليمور في الدقيقة 68، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل كوليمور هدفه الثاني في المباراة ليحقق فوزا هاما للريدز، لكنه لم يمكنه من خطف لقب البريمير ليج الذي ذهب في النهاية إلى قلعة الشياطين الحمراء. Just cut